أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها، هو أهل للحمد، هو أهل للثناء، هو أهل للشكر، هو أهل للتقوى، هو أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامان دائمان بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربه بالحق والهادي الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة مشاهدون، أيها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدون بلقائي معكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى غادي نتكلموا على واحد أمر مهم جدا، وهو متصل بما كنا تحدثنا عنه في التصوف، وهو من المداخل الأساسية للتصوف. قلنا إن التصوف علم وذوق، علم يؤخذ من أفواه الرجال، وذوق يكتسبه الإنسان بمصاحبة الخيار. إذن علم كيتخاد من أفواه الرجال ومن بطون الكتب طبعا، ولكن من أفواه الرجال لابد، من الشيوخ. وذوق، هذا الذوق كيحس به الإنسان داخليا، لأنه مرتبط بالتربية الروحية والتربية يعني الأخلاقية. ذوق يكتسب بمصاحبة الأخيار. الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى قال في القضية دي: يصحب شيخا عارفا المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. مصاحبة الأخيار، ماشي المدعين. الشيخ ماشي هو ذاك المدعي، لا، الشيخ هو ذاك الإنسان اللي وصل لواحد الدرجة كيمكن له بها يعلم الناس بالتلقين، ويعلم الناس بالسلوك، أي يعلمهم بلسان الحال قبل لسان المقال. فمصاحبة مثل الأخيار كتزود منهم، كتسقى من كلامه، وكتسقى من الفعل ديالهم، من الحال ديالهم. من الأمور اللي كترتقي بالإنسان في مدارج السالكين ذكر الله تبارك وتعالى، ومهم جدا وكنا تكلمنا عليه. ذكر الله بالقلب، وذكر الله بالعقل، وذكر الله باللسان. ذكر الله بالقلب قلنا عليه استحضار ومراقبة الله تبارك وتعالى، أن ربك يراقبك. درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر أن الله يراقبك. هذا الاستحضار، هذه الحالة، هذه هي اللي كتجعلك تبعد عن المعاصي وتقبل على الطاعات. ثم استحضار معية الله، كتستحضر أن الله معك، ما تخافش، كيحفظك. استحضار مراقبة الله، كتنزل الخشية في القلب. واستحضار معية الله، كتنزل السكينة في القلب. فإذا اجتمعت الخشية، خشية الله، والطمأنينة والسكينة الناتجة عن ذكر الله، الإنسان كيعيش مرتاح. حنا هاد الحالة ديال 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 عدم الارتياح جاية من الغفلة، فلا نستحضر مراقبة الله ولا نستحضر معية الله. ذكر الله بالقلب، أي استحضار مراقبة الله كتجيب الخشية، واستحضار معية الله بقلبك كتجيب السكينة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله بالعقل، ذكر الله بالعقل أي النظر في الكون والتأمل فيه، فهو يدل الكون، كيدل بهذا الجمال اللي فيه والجلال اللي فيه،
على بديع صنع الله تبارك وتعالى، وعلى أن هناك خالق لهذا الكون مستحق للعبادة. ذكر الله باللسان هذا هو اللي كنتكلموا عليه بزاف، والإنسان لا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. المؤمن من تبغي تنعس عندك ذكر، من تفيق عندك ذكر، من توضع عندك ذكر، من تصلي بعد الصلاة عندك ذكر، داخل الصلاة ذكر، الصلاة نفسها ذكر، قراءة القرآن ذكر، الدعاء بعد الصلاة ذكر، الدعاء في كل وقت وحين ذكر. اليوم غادي نتكلموا على الدعاء، تكلمنا عليه شحال من مرة، وحنا محتاجين، حنا فقراء، والواحد فينا، الواحد فينا المشاكل ديال الدنيا بعد خطرات كتغلبوا، فما كيلقى إلا باب سيدي ربي سبحانه وتعالى. وهذا الشيء هذا راه وقع للأنبياء، وقع الصالحين، وقع الزعماء، وقع الملوك، وقع الأولياء، وقع الناس كما كيوقع الناس جميعا. كتجي واحد اللحظة كيتسدوا البيبان، كتوقف صافي، بقى عندك شهد الحاجة اللي مديتي لها يدك ما كتصدقش، الباب اللي مشيتي ليه مسدود، كيبقى باب ما كيتسدش، هو باب الله تبارك وتعالى ما عمره كيتسد. والمؤمن دائما بباب الله، دائما بباب الله. الدعاء أيها السادة الأفاضل تكلمنا عليه شحال من مرة، ولكن اللي جعلني مرة أخرى نعاود ندوي عليه، وما ألاحظه نهار الجمعة وفي بعض الدروس ملي كنلقاوها ملي كنهزو يدينا للدعاء، كتلقى شي واحد كيشوف فيك، داير يدي على يدي هكذا وكيبدا يشوف فيك، كأنه بحال هادشي لا يستحضر أننا ملي كنقولوا يا رب كنطلبوا سيدي ربي، كنطلبوه وكنعلنوا على الافتقار ديالنا لسيدي ربي. وهذا أبرز مظهر من مظاهر العبودية التي يجب أن تتحقق في وفيك، واللي هي واللي فيها معنى الحرية. الحرية أي أنك متحرر من كل شيء لا يحضر إلا الله، كتكون كدعي دعاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتكون كدعي وانت كتستحضر اللحظة. مثلا المرض، مثلا ضيق ذات اليد، مثلا شي مشكلة عندك في الدار، فهاد هاد 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 الأمر هذا، هاد الأمر، هاد الحالة، أنت كتدعي وكتستحضر هاد الشيء هذا، وهذا قدامك دير يدو عليه يدو كده وتشوف فيك كأنه ما حاضرش معاك. وكينسى واحد القضية مهمة جدا، أنه يمكن يكون بين الناس اللي حاضرين واحد الرجل مؤمن بقامه عند سيدي ربي كبير 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 بزاف، إلا قال يا رب تيقول له سيدي ربي مرحبا. علاش؟ لأنه أظهر عبوديته لله تبارك وتعالى بإظهار افتقاره إلى الله. لأن لما كتقول يا رب شو معنى كتقول أنا فقير إليك، يا ربي أنا فقير محتاج لك، أنا محتاج لك. هذا مظهر من مظاهر العبودية وللتصوب الأنبياء جميعا. فمني المؤمن كيهز يديه وقلبه حاجة كيشكيها الله تبارك وتعالى بعد ما تسدوا البيبان كاملين، هاد الحالة هادي والقلب معلق بالله تبارك وتعالى والعقل معلق بالله تبارك وتعالى، والمؤمن يظهر ذاك الافتقار وذاك الحاجة، هذه الحالة اللي كيبغى الله تبارك وتعالى من العبد ديالو، تيقول له مرحبا بك مرحبا بك. الحديث ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم
إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. فمن قالها ثلاثا قال الملك: يا عبد الله، إن الله قد استمع إليك، أو إن الله قد أقبل عليك، فسل سال. شو المعنى ديال الحديث؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا بأن الإنسان ما كيتسد عليه الباب، كيتسد كاع البيبان، يرجو رحمة ربه. المؤمن هو يرجو رحمة ربه في كل وقت وحين، ولكن كيكون في الحياة ديالو كيوصل لواحد الحالة مشتغل كيتسد، كيقول يا أرحم الراحمين. سيد ربي مكل واحد، مو كل واحد الملاك، مكلف واحد الملاك بحال هاد الناس كيقول اللي قال يا أرحم الراحمين من قلبه الصافي، يقول يا أرحم الراحمين، يزيد يقول يا أرحم الراحمين ثلاثة هاد المرات. اش كيقول له الملاك؟ كيقول له راه سيدي ربي أقبل عليك فسل. الأنبياء والرسل أحوال ديالهم كلها كانت أحوال ديال المناجاة وديال الدعاء. هذو الأنبياء والرسل لله اصطفاهم واختارهم، وهم من أهل الجنة قطعا بدون شك. سيدنا آدم عليه السلام قال لما وقع في الخطأ: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إيش قال؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له. سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، لأن قاعد في القوم ديالو 950 عام ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله. في الأخرة الزيد قال إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله له، قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهم منهمر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير. سيدنا يونس في بطن الحوت بعد ما خلى القوم ديالو ركب في السفينة، السفينة كانت غتغرق، قالوا شكون لابد من شي واحد لوحوه، فجات فيه القرعة ثلاثة المرات لاحوه، فالتقى ماء الحوت، هو في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، نادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كان كثير الدعاء، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان عندهم أولا البلد، اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات اللي هي مكة، ثم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان هم كبير، ثم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، خلى مرته ولدو تما بواد غير ذي زرع، مهمومة درهم
ولكن الله قال له حطهم تما وسير في حالك. فهز يديه ودعا. ثم وهو كيبني الكعبه هو ولده كيرفع القواعد، ويل يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امره الله برفع القواعد برفع البيت، فقام بذلك العمل وطلب من الله باش يتقبل منه. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة. كيطلب الله سبحانه وتعالى يجعله مقيم الصلاة محافظا على يقيمها. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا نوح قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا موسى قال ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على قلوبهم طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. توجه إلى الله تبارك وتعالى. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما خرج من مصر هربان بعد ما وقع له مع ذاك القبطي مع الإسرائيلي، فدفع ذاك القبطي وقتله وتشهر بين الناس بأنه هو اللي قتله، فخرج هربان بنفسه حتى تقطعوا الحوايج اللي عليه وتقطعت ذاك البلغالي لابس وبدا كيمشي حفيان حتى ذاك يعني الجدر ديال رجليه كثرت المشي تمحى حتى وصل ذاك البير ولقى عيالات جوج بنات معاهم الغنم ديالهم ومجموعه ديال الرجال كيسقيو وهما هذوك مبعدين الغنم ديالهم ما قادينش. فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يا ربي انا فقير الى خير منك، يا ربي انا فقير الى خير تنزله علي. فاستجاب الله له فجاءت احداهما تمشي على السحية ومن يمشى لعند قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الاولى على الامن، ثم زوجه ابنته ثم استخدمه. احنا سيدنا عيسى ايضا كان كثير الدعاء، سيدنا زكريا كان كثير الدعاء، الانبياء كلهم، مما يدل على ان الدعاء هذا يعني من علامات ان الانسان كيذكر الله تبارك وتعالى، يذكره بقلبه ويذكره بعقله ويذكره بلسانه. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مخ العبادة، وفي رواية قال هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. وسيد رب سبحانه وتعالى كيقول لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى هذا الكلام أن سيدي ربي سبحانه وتعالى هو كيقول لنا خصنا ندعيوه. وقال ربكم، والإضافة هنا إضافة الشريف، ربكم أيها الناس، كيقول لكم سيدي ربي ربكم هذيكم راه الإضافة ديال الشريف. أنتم ربي شرفكم لأنه هو ربكم. الشرف للإنسان حين يعترف بربوبية الله عليه وبعبوديته
وبعبوديته له، ودعوني أستجيب لكم، طلبوني توجهوا لي بالدعاء أستجيب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذاك اللي كيتكبر، الناس كيدعيو وما يهزش يديه، قال عن عبادتي وما قالش عن دعائي، باش يبين لنا بأن العبادة راه دعاء. الناس كتدعيو وما يهزش يديه، أو اللي كيهز يديه مدلهم، لا هز يديك هكا، هز يديك هكا ودعي مع الناس، ربما يكونوا بين داك الناس. أنا كما قلت لكم واحد صالح يكون مع دوك الناس، يكون بين دوك الناس، كما قلت لكم واحد صالح يستجب الله الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الكلام حول هذه الآية خليه بعد الفاصل فتابعونا. برنامج مع الأسرة، بوابة الإرشاد الأسري على قناة السادسة. نرفع الوعي بالمشكلات والتحديات لدى الأسر، ونبني معكم ثقافة تربوية راشدة. عدنا ولعود أحمد، رجعوا كما يقول السادة العلماء، لأن وقفنا عند هذه الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال، شكون اللي قال؟ سيدي ربي، ربكم، ربكم أيها الناس أيها المؤمنون ادعوني، ادعيه وشوف، ادعي وألح في الدعاء، راه ربي ما كيملش، فإن الله لا يمل حتى تمل، عندك أكثر من الدعاء، ولكن ادعي بقلب حاضر، قلب ديالك حاضر، ماشي بقلب غافل. لا حنا كتدعيو وانت كتدير لي ديك غير 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 كما تيقولوا بور لا فورم، لا لا كنديرها وانا حاس انا محتاج. كنكون وجدت في شي مجلس في الماضي بحال ديك المجالس، طلبك يقراوا القران الكريم، مني كيدعي وكلشي كيهز يديه امين امين، كلشي كيهز يديه ومتيقنين لان الله غادي يستجب لهم، وكيعطيو الصدقات وكيطلبوا الدعاء وكيهزوا يديهم في المواسم. عندنا في الماضي احنا داك الشيء اللي كنا ذكر احنا صغار، كيكون الموسم الخميس الجمعة الصباح كيكون الذكر وكنحضروا، منين الناس كيدعيو واحد كيطلع للراس ديال المدرسة اللي احنا فيها، كندوي على البلاد عندنا، كيطلع للراس عنده صوت جوهري قوي، كيطلع للراس والجبال كيقول اللهم من رب العالمين، كيقول كل شيء. تعرف العيالات في ديورهم كيطلعوا للسطح هازين يديهم، والناس في ديك الزاويه في ديك المدرسه طالعين من السطح، داز الموسم البارح الخميس وقراوا الطلبه الليل كامل، والصباح ديال الجمعه كيدعيوا كيديروا الذكر المعروف، ثم كيهزوا يديهم، واحد من اللي عنده صوت قوي جدا يطلع كيقول اللهم امني رب العالمين، الفقيه كيدعي وكيقول اللهم، والناس هزين يديهم، والناس في ديرهم هزين يديهم، والطيور يعني وذاك الجبال كلها تردد الصدى ديال ذاك الدعاء. المساجد ديالنا هكذاك هي كانت ايضا، غير الامام كيبدا يدعي الناس كتهز يديها وخاشعه متبتله. قال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا الدعاء يكون بقلب حاضر ومستحضر للحظة، أي اللحظة اللي احنا كندعو فيها، قلت الشتاء كاين شي مرض كاين شي احوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الحالات في غزوة بدر، هز يديه هو كيدعي كيدعي كيدعي، اللهم انصرك الذي وعدتني، اللهم انصرك الذي وعدتني، اللهم انت هلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى طاح عليه داك الرداء اللي كان عليه، المشلح اللي كان عليه طاح، وتيهز عليه سيدنا ابو بكر الصديق وتيحط كيقول له يا رسول الله كفى راسي ربي، وهو كيدعي. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هذوك الناس ملي كندعو ما كيهزوش يديهم، يخاف
ما كنقولش بلي يخاف عليهم، انهم يكونوا من المستكبرين بحال الا احنا ما محتاجينش. هذه هي بعد هو المعنى. الناس كتدعي وانت ما تهزش يدك بحال انت ما محتاج. هذا استكبار على الله. رد بالك عندك، لا تقول لي الحديث ما الحديث، انت تعلم حديث وما كتعرفش شنو هو الحديث وشنو هو صح. نقول لك واحد الكلام، منين يكون كيدعي الامام انت هز يدك، راه هذاك دعاء يا رب، كنقولوا يا رب. وسيدي ربي سبحانه وتعالى كيبغي من العبد ديالو يهز يديه، فانه يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا، يردهم خاويين. غير قول لك شيء من قلبك واستحضر انك مع الله. خلي انسى عليك الفقيه، انسى عليك الناس معك، راك مع الله وفي بيت الله او في اي مكان. هزيتك وقل يا رب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا غادي يختموا، لما مشى للطائف في العام اللي مات فيه الزوجه ديالو منى خديجه، وهي مصيبه كبرى، لان منى خديجه كانت بحال واحد البلسم، امراه شريفه كريمه كما تقولوا عليها، امراه مخنطره، هز الهم ديال الدعوه، محبه لزوجها، محبه لرسول الله، محبه لله ولرسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيجي كيدخل هو بالدعوه كتواسيه وكتخفف عليه. لما مات وخلت له البنيات كيدخل للدار ما كيلقاهاش. يعني هذا واحد يعتصر قلبه ألما. ومات عمه أبو طالب اللي كان كيدافع عليه على برا. تطاول عليه كفار قريش مشى للطائف لعل وعسى، هو وزيد بن حارثة حبوه، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. هادوك الكبار ديالهم سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، سلطوا عليه الغلمان ديالهم اي العبيد ديالهم، والسفهاء ديالهم اي الرعاوين ديالهم. وهو خارج وما كيضربوه بالحجر، وكي هما كيقولوا له هذوك الكبراء، وسيدي ربي من القمر صفت غيرك انت، ما كاينش شي واحد من الكبار في مكه ولا في المدينه يجعلوا نبي. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمه ربك، رحمه النبوه والهداية، ما بغى لهمش الهداية. فخرج سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذوك كيضربوا حتى بعد من الطائف تبعدوه، وكله دمايات قاعد تحت واحد الشجرة وهز يديه صافي تسدوا البيبان. هذوك كيطردوه وهذوك كيتعداو عليه، وما لا حنين لا رحيم، وهو إنسان. فخاف يكون هذاك الشيء اللي وقع له دليل على غضب الله عليه، أنه ما أداش الواجب. حتى واحد ما بغى يسلم، داكشي اللي سلم قليل. فهز يديه وقال، هز يديه وقال من قلبه في اللحظه، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتشاهمني؟ ام الى عدو ملكته امري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تأمل في الدعاء كيبين مدى قوة الاتصال ديال النبي صلى الله عليه وسلم بسيدي ربي سبحانه وتعالى. اللهم اللهم، معنى اللهم رحنا قلنا هذا الكلام وعاودناه وكنعاودوه غير باش نبينوا للناس اللي كيكونوا في المساجد، من يكونوا كندعيو هزوا يديكم واستحضر. شتي انت من يكون الايمان كي استحضر داك الشيء اللي باغي عند سيدي ربي يهز يدك، وقول يا رب لعل وعسى يكون من بين الناس اللي حاضرين واحد مستجاب الدعوه. قال اللهم اليك، اللهم اي يا الله اليك، ليك اشكو ضعف قوتي، كنشكي لك راه ما عندي جهد، وقله حيلتي وما عندي حيله، تغلبت، وهواني على الناس، هاد الناس هادو استضعفوني واصبحت عندهم هينه يديروا بيا ما بغاو. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، بمعنى ارحمني، راني محتاج رحمتك. الى من تكلني؟ لمن تخليني؟ انت الوكيل، لا وكيل غيرك. إلى بعيد يتجهمني، ومن الناس ديال الطائف
يتجاهموني من يشوفوني كيتقلقوا كيخسروا حتى في وجههم كيخسروا معايا في الشوفه ديالهم وفي الكلام ديالهم. ام الى عدو ملكته امري لهما كفر قريش. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. الى من تكلوني؟ الى بعيدين تجهموني؟ ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. غير ما تغضبش عليا. هادشي اللي واقع كله ماشي اشكال، غير ما تغضبش عليا. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. انا لا اطلب البلاء ولكن اطلب العافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوا العافيه. ما اطلبش البلاء. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك، استعيد بنور وجهك، استجير بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. ان يحل علي غضبك او ينزل بي سخطك. استعيد انك تغضب عليا بنور وجهك، انك تغضب عليا ولا تسخط عليا. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح علي امر الدنيا والاخره، ان يحل علي غضبك او ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. عاتب يا ربي ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. مشى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكمل هذا الدعاء حتى نزل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد بعث معي ملك الجبال. ملك الجبال أمره أن يطيعك في قومك. قال له: لي قال لك محمد ديروا في القوم ديروا ديروا. فقال له ملك الجبال: قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبي، بمعنى لقى عليهم ذوك جوج جبال اللي هما مكة اللي هما قيقعان وابي قبيس، نمحيهم من الخريطه، راه ندير هذا الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سري عن، تخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بان الله راضي عليه. قال: لا، لعل الله ان يخرج من اصلاب من يعبد الله. فاخلصوا في الدعاء، ما تنسى، دعوا الله تبارك وتعالى، هو اللي كيحل، هو اللي كيحل سبحانه وتعالى. اطلبوا الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا، اصلح احياءنا، ارحم شيوخنا، ارحم من علمنا، شفي مرضانا، شفي مرضانا، شفي مرضانا، ارحم من سبقنا بالايمان، ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك وبلغ علمك واياتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.